Left alone if you feel like fitness in the truth. والله احنا الود ودي الود ودي نقعد نغني معك يعني لكن يعطيك العافيه الله يخليك مصطفى عصفري والله عملنا الله يخليك خلاص لا الله يخليك يعني بنكمل فقرتنا لو سمحت تفضل لو سمحت ما يعني لسه انا ما اغني تفضل اغانينا امشي ما اغني احنا الاثنين خلينا ندخل في موضوع فقرتنا اليوم، موضوع جدا جميل ومن افضل المواضيع بالنسبه عندي، ليش؟ لانه راح نتكلم عن البخور ودهن العود وايضا يعني اشياء كلها في العطور الشرقيه والخلطات اللي ما لها اول من اخر وايضا الاسرار في داخل هذه الخلطات. وهذا اهم الامور الامين وعالم العطور وال بشكل عام والبخور ودهن العود بشكل عام في اسرار وفي خفايا مو اي احد يقدر يعطينا اياها لكن اليوم شرفنا اكيد نضال التركي هو خبير في العطور حياك الله معنا في ساعه شباب كيف امورك ان شاء الله طيب تمام الحمد لله طبعا نضال اعرفك من سابقا يعني قعدنا جلسه كده جميله واخذت منه اسئله ما احكي لك لميه ما شاء الله تبارك الله موسوعه عن العطور متحركة ما شاء الله تبارك الله يعني أنا الريحة صراحة تكفيني اليوم ريحة البخور ما شاء الله تبارك الله كل مهنة لها قصة نضال. أكيد نبي نعرف إيش قصتك في البداية قبل ما ندخل في أي تفاصيل يعني هي في البداية أنا كنت كشخص عادي بس متولع بأحب الروائح الحلوة لأنها تجذبني الأماكن الجميلة اللي تبيع عطور عطور تلاقيني دائما أروح انبهر حتى في الزجاجات حقتها تفاصيل ايوه احب اتفرج عليها حتى انا كان يعني كنت اتمنى من صغري يعني اتمنى كذا يكون عندي حاجه كبيره زي كذا اوكي يعني انه يكون عندي كذا هذه الكميه الاشياء الانتيكس بالضبط الاشياء اللي زي هذيك يعني كنت انا احب الشكل البائع يعني هو بيحرك الزجاجه نفسها هذه ايش في داخلها عود؟ هذه مخلط مخلط طبعا عود وورد و... الله فكان في البدايه نبع من شغف من محبه من شغف صار بالنسبه لي حبيت ان انا صرت اقتني صار عندي يعني كميه كبيره يعني حلو حلو بديت اخلط بعض العطور اعمل صار عندي لقيت ان انا في موهبه حقيقيه حلو حلو ما شاء الله جميل طب خلينا نعرف منك رحله العود والبخور قبل ما يوصلنا كمستهلكين بحكم خبرتك نضال يعني هو شفت البدايه بالنسبه لدهن العود والاخشاب طبعا هي بتيجي من مصادرها اللي هي عندك الهند او تايلاند او اندونيسيا حلو الصين كل هذه في سبحان الله انه عندهم غابات بتطلع فيها اشجار العود واو وطبعا هي لها لها حكايه يعني انه ما هي سهله يعني كيف انه تقطع الاشجار هذه طبعا بيقطعوها بيختاروا منها الشجر اللي هي تكون بتمرض كل ما بيجيها هذا المرض البكتيريا هذا هو اللي بيسبب فيها العود كل ما قدمت الشجرة كل ما أصبحت غنية بدهن العود أكثر يعني كل ما مثلا في أشجار عمرها 100 سنة 200 سنة كل ما كانت كل ما زاد عمرها كل ما زاد طبعا الريحة لذلك يكون هذا الشيء جدا 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 يعني صعب و هذا طبعا نتكلم في فترة قديمة جدا علمك واسع يحتاج انك انت تتعمق فيه وتروح تشوف بنفسك وتعرف ايش الصحيح من الغير صحيح والاصلي من غير الاصلي يكون افضل طبعا اذا انت انسان بتتاجر فيه وبتستخدمه في عطورك يكون افضل انك انت تشوف هذا الشيء تروح تعرف المصدر تثق في المصدر حلو نضال في حاجة مرة مهمة احنا بنروح المحلات كثير من المحلات بغض النظر ايش هي بنلاقي انواع من الاخشاب ومن العود صحيح. ومن من الدهن ومن شيء غريب بنلاقي مثلا ممكن يعني ايش يسموها هذه الكبيرة؟ التولة الكبيرة ما ادري يعني قارورة القارورة هذه مثلا تلاقي منها اثنين تقريبا يكونوا نفس الريحة بس فرق السعر بينهم جدا عالي ممكن بالألف والألفين صحيح إيش السبب؟ يعني هو شوف بعض التجار يمكن يكون هو يعني ما عنده شوية مخافة من الله يعني في عنده شوية كده في ناس ما عندهم يعني في الغش سهل جدا في هذه صحيح المهنة صحيح صحيح فعادي زي ما تفضلت ممكن يكون زجاجتين شبيهة زي كده الآن
يحط هنا مثلا 5000 هنا 10000 فرق الضعف ويكون بيعبيها من نفس 5000 مش 10000 سعر قصدك ريال اي 10000 ريال اي وبيقول لك هذا مثلا عود هندي وهذا عود هندي بس هذا معتق وهذا مش عارف انت كزبون مش شرط انك تكون عندك الخبره الواسعه في هذا المجال حتشم ريحه حلوه هي في النهايه واحده بس الواحد يعني تزغلل على الغالي يقول لك الغالي على كيف الغالي هو اللي كويس هذا 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 بصراحه يعني انا استغرب من ناس كثير يقول لك كل ما غلي كل لا هو صحيح الغالي سعره فيه بس مش معناه كل شيء غالي فهو جيد فهو جيد صحيح لا يعني في اشياء سعرها معقول اللي هم اللي حصل انه صارت مبالغه في السعر صارت تخرب ذوق الناس يعني صار ما يقتنع لما جاء اقول لك انا عندي مثلا عطر سعره 2000 ريال وعندي هذا ب 200 ريال اكيد انت حتشك تقول لي ليش هذا ب 200 حسأله صحيح ايوه وهذا ب 2000 لا اكيد ده احسن أيه. طب ما انا ممكن هم الاثنين واحد مو بس كذا يعني نضال انا لما اشوف انه اسعار العود والبخور عندنا هنا جدا غاليه وجدا مبالغ فيها طب انا ليش ما اروح تايلاند واشتريها من هناك او الهند جميل. بتكون ارخص بكثير من هنا جميل جميل ونفس الروائح هم المصدر واحد صحيح المصدر واحد ولكن هل تثق بتاجر هناك انه يكون عنده كمان امانه في انه يبيعك عود حتى لو من المعمل نفسه ما يكون خالطه كمان انا اقطع تذكره واخسر تذكره في الاخير برضه انغش وبعدين مصيبه هذه بالاضافه ما حيبيعك يعني حيستغل احنا جهلنا في مناطقهم طبعا احنا نجهل مناطقهم نجهل اسرارها بالنسبه لهم وهم طبعا تعرف يعني من جنسيه واحده بيكونوا واحنا بالنسبه لهم تجار يقول لك هذا شخص معاه فلوس وجاي يشتري فاذا انت ما تكون انسان يعني فعلا فاهم وعارف انا شفت اشياء كثير يعني مستحيل يعني مستحيل التيبيكال من الاصلي ما في فرق ولكن انت كبير تصدم اوقات ها طبعا انا في بدايتي انغشيت كثير انا انغشيت ولما وصلت للاحترافيه اللي انت فيها طبيعي انغشيت كثير يعني انا ما كنت عارف بعدين لما صرت اعرف صار عندي الفكره وخبره فيها صرت اضحك على نفسي انا كيف كنت اشتري من عند هذا الشخص؟ صحيح كيف كنت اشتري الحاجات هذه يعني مستحيل اي بس عرفت مع الوقت، طيب يعني الان اي احد ممكن يسوي خلطه ومجرد مقادير انا فهمت منك حاجه بس عشان ايش؟ عشان نسيف الوقت، كل واحد ممكن يسوي خلطته على حسب ايش ذوقه وايش يحب بحسب المواد الخام اللي عنده صحيح. وكم المليات اللي يحطها صحيح. في كل قنينه فكيف انا ممكن يعني اوصل لهذه المرحله؟ هي طبعا بتبدا معك بتجربه بالاضافه الى انه تتثقف شويه في بعض اللي هي الزيوت العطريه يعني لازم تكون تعرف انه في مثلا زيوت عطريه ما تمشي مع زيوت اخرى يعني انا كان في بدايتي مثلا عملت حاجه انا صدعت منها الحقيقه ما كان عندي فكره انا يعني جاني صداع يعني كانت ريحه قويه جدا لدرجه انه انا صدعت فبعدين عرفت انه لازم ما كنت احط هذه الماده مع هذه الماده فهي بالنهايه برضه ذوق مساله كيميائيه تحسها ذوق بالنهايه اكيد ذوق في البدايه والنهايه هي ذوق هذا ذوقي في عطري هذا ذوقي انا بقدم ذوقي في سواء مخلط او عطر معين فهي تفرق من تاجر لتاجر واحد يقول لك يا اخي انا انت بتبيع مخلط مثلا ب 1000 ريال برا ب 500 ريال هي مش بالسعر لكن هذه ريحه وهذه ريحه بالتركيبه لم انا بسالك حاجه صحيح. هل تعرف وهي فكره يعني ممكن تكون غريبه بالنسبه للناس حكايه الحيوانات اللي ممكن نستخرج منها روائح خام هل تعرف اي شيء؟ لا ولا عندك اي فكره؟ لا ما سمعت الغزال الحوت ولا اي شيء؟ لا اوف في مسك الغزال يجي من غده توقعتك تعرف من الغزال كانوا حتى في عملوا لهم محميه يعني كانوا اول يقتلوا الغزال عشان ياخذوا الغده هذه فالان لا اصبح انه لا ممكن يتخدر الغزال وياخذوا منه هذه الغده هي تجي غده كده رائحتها حيوانيه وما هي حلوه لا ابدا سيئه جدا جدا سيئه سبحان الله بعدين بيستخرجوا منها المسك بياخذوا منها هذا البودر نفسه بيعالجوه بتطلع ريحته افضل بيعالجوا طعم معالجه اقصد انه يعني بصفوه بيحطوا معاه تقطير وكذا بيعملوه مع الورد بيعملوه مع المسك ريحته تقبل شويه انا عندي هنا على فكره حاجه موجود يعني مثلا عندك زي هنا لو تلاحظ هذا اذا واضح معنا هذا هنا العنبر الخام اللي في الرواسب اللي موجوده نعم على نهايه العنبر الخام ومسك غزال والزعفران اوكي روايحهم لو شميت مثلا العنبر الخام او المسك الغزال ما حتقدر تتحمل يعني رائحه كانها احشاء لغنم
شيء فعلا شيء ريحه حيوانيه حقيقي. نحن متحمسين صراحة نشمها. وشكرا تواجدك معنا نضال التركي، يعني خبير في العطور والشرقية تحديدا ودهن العود والبخور، يعني صراحة خليت ريحة الاستوديو جدا جميلة بوجودك. لا إن شاء الله لازم في حلقة ثانية، لأنه في أسئلة مرة كثيرة الناس بتسألها. هي بحر حقيقة، علم كبير صراحة. أنا ما زلت أتعلم. يعني ما شاء الله عليك في خبرتك، يعني أتمنى الناس تكون بنزاهتك أيضا في عملك، لأنه الحمد لله حنتكلم في هذا الموضوع أيضا مستقبلا. شكرا لك. شكرا جزيلا. كل واحد خبير في مجاله. أكيد طبعا. اليوم عرفت معلومة جدا لأول مرة صراحة أعرفها. ولكن بكذا مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا اليوم، نتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معنا. نشوفكم بكرة في نفس الوقت. بكذا أقول لكم في أمان الله، كنت معكم أنا لمياء غالب، وأنا كنت معكم طرات سندي. السلام عليكم. Come on, nigga.